الأستاذ صلاح الدين الجورشي، أنت كاتب وصحفي، أيضا بحث مختص في الإسلاميات، وأنت في المرحلة الأخيرة عضوا في لجنة الحريات والفردية والمساواة، التي أثارت الكثير من الجدل الديني والسياسي والمجتمعي. في الحقيقة سأشرع في الحوار معك حيث انتهى الجدل. في البيان الأخير بالتحديد لمجلس الشورى حركة النهضة، هناك إشارة إلى قضية أظنها قضية معناها قضية محددة وحاسمة حسب البيان، هو التمسك بنظام المواريث مثل ما ورد في النصوص القطعية للدين، وأيضا عدم السماح بتطوير مجلة جزائية من خارج ما تسمح به النصوص القطعية للدين. صراحة، هل هناك نصوص قطعية في الدين؟ وهل أن هذا تأويل ممكن من جملة التأويلات يمكن أن نجدها في الساحة الدينية أو في المشهد السياسي؟ يعني أول ما نلاحظه هو أن يعني حركة النهضة في هذه المرحلة التي تمر بها لا تستطيع أن تقفز فوق المعطى الديني، لأنها ألزمت نفسها منذ البداية واعتبرت نفسها حزب مدني ذو مرجعية إسلامية. ولذلك التوقف مجلس الشورى عند هذه المسألة هو يعكس طبيعة الحركة في المرحلة الحالية، لأننا عندما ننظر في الحراك اللي موجود داخل حركة النهضة نجد أن هذا الحراك معناه قائم على تنازع بين تيارين رئيسيين. تيار لم يستطع أن يتجاوز مرحلة وصبغة الحركة الإسلامية، وبالتالي تجده مشدودا فكريا وسياسيا وحتى حركيا لتقاليد ومنطق وخطاب مرحلة الحركة الإسلامية. وتيار ثاني يتطور تدريجيا، يريد أن يجعل من هذه الحركة حزبا مدنيا سياسيا حديثا. وبالتالي كل قضية كبرى تطرح في المجتمع إلا وتجد أن هذين التيارين يتنازعان حول التأثير وحول الفعالية. لكن أنا في رأيي ما طرحه مجلس الشورى هو وجهة نظر، وليست وجهة النظر النهائية التي ستقف عندها حركة النهضة. لو أنت قمت بمقارنة بين ما صدر عن مجلس الشورى وما صدر عن المكتب التنفيذي ستجد فارقا مهما في اللغة وفي كيفية التناول. يعني مثلا المكتب التنفيذي لم يذكر لا التقرير ولا قضية الميراث ومشروع الرئاسي، ولكن قال سنتفاعل مع أي مبادرة في اتجاه ألا تتعارض مع الدستور. لكن أستاذ اسمح لي، هذان الطيران لم نشاهد يعني حقيقة صراعا فكريا ملموسا بينهما. نحن نشاهد حركة متجانسة من الداخل، ولكن بالتحليل نستنبط أن هناك اختلافات، وأنت تحدثت عن اختلافات بين زوز هياكل عليا في الحركة، مجلس الشورى هو هيكل موسع وبالتالي يسمح بتعدد الآراء، وهيكل ممركز هو المكتب التنفيذي. ولكن في الحقيقة الحركة لم تعلن عن مراجعات فكرية واضحة. هل هناك أزمة مراجعات فكرية داخل حركة النهضة؟ حركة النهضة تعيش منذ فترة أزمة مراجعات وأزمة فكرية، لكنها غير معلنة عنها بشكل صريح وواضح. ومحطة المؤتمر العاشر وما سبقه من أعداد ورقات بيّن أن هناك جانب فكري يدفع ويضغط على الحركة وعلى كوادرها وعلى قيادتها لكي يبرز بشكل واضح. تشوف أنت معناها اللائحة الفكرية اللي عملوها جديدة وتقارنها بما كانت عليه اللائحة القديمة، هي كأنها كانت صادرة عن حركة إسلامية تعيش ضغط كبير للفكر المحافظ عليها، تجد فارق كبير في المصطلحات في التناول. المشكلة أنه ما تم التوصل إليه في صياغة هذه الورقة لم تقطع متابعته
لم يقع تعميقه فيما بعد، وبالتالي بدأ وكأنه لم يوجد وكأنه غير موجود. لكن أنت لما تتحدث مع كوادر الحركة الأساسية تجد فروقا واضحا بين هذا الشخص وهذا الشخص، وتشعر بأن هناك أساليب مختلفة في تناول القضايا الفكرية والسياسية. وأنا في رأيي أن الجدل الدائر حول قضية الميراث سنلاحظ بأنه كيف سيتطور تدريجيا في الأيام والأسابيع القادمة، وسترى بأنه عندما يطرح داخل البرلمان تبدأ نوع من التناقضات الأخرى، نوع من الصياغات الجديدة التي ستفرض نفسها في البحث عن توافق جديد. ولماذا هذا الأمر؟ لأن قيادة حركة النهضة الحالية برئاسة راشد الغنوجي لا تريد أن تقطع مع الباجي قائد السبسي، ولا تريد أنها تدخل معه في صدام، وهذا مشروع رئاسي بشكل مهم، وفي نفس الوقت أصبح مشروع لشرائح مهمة في المجتمع المدني والسياسي. من ناحية ثانية راشد الغنوشي أيضا عنده ضابط آخر، والضابط هذا مهم، لأن راشد الغنوشي من اللي رجع ومسك من جديد قيادة الحركة، وخاصة بعد الذي حدث في مصر والانقلاب الذي حصل على الإخوان المسلمين، راشد الغنوشي أصبح عنده هاجس كبير اسمه موازين القوى داخليا وخارجيا. ولذلك وضع خطة سياسية منذ أن تولى قيادة الحركة من جديد مع تطبيع العلاقة مع الأطراف الغربية الفاعلة، في مقدمتها أوروبا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يريد أن يجازف كما جازف الإخوان وكما جازف آخرون، أن يدخل في صدام أو في قطيعة مع هذه المحاور الأساسية. لكن أستاذ، بعيدا عن حركة النهضة، نحن لاحظنا في الشارع في الوقت الأخير، يمكن أن يكون محررا أو يمكن أن لا يكون محررا، لاحظنا مسيرتان، مسيرة 11 أوت ومسيرة 13 أوت، في الحقيقة لاحظنا تجيشا يكاد يكون متوازيا. هل يعكس هذا الحضور الاجتماعي في الشارع، هل يعكس بالفعل انقساما مجتمعيا حول التقرير وحول ما جاء به التقرير، أم أن الفاعل السياسي هو الذي دفع نحو هذا الانقسام، أم أن هناك عوامل أخرى؟ أنا في اعتقادي أن معناها هناك ثلاث عوامل، ذكرت أنت اثنين وما زال ثالث. أعتقد بأنه معناها هذا التجيش قائم نتيجة صراع سياسي أيديولوجي لدى الطرفين، الطرف الحداثي والطرف الإسلامي كما يقال. وبالتالي معناها هناك نوع من المحاولة، كل واحد يريد أن ينفي الآخر، وهذه قضية النفي والنفي المتبادل، هذه مرض موجود في الساحة في تونس ولدى النخب التونسية، وما لم تتخلص منه فإنها الطرفان سيخسران المعركة وسيهيئان لطرف آخر الله أعلم قوة قد تبرز في لحظة من اللحظات لكي تصفيهم الطرفين وتستفيد من تناقضاتهما. أنا واحد من الناس شاركت في اللجنة، ولكن كنت دائما أقول لا ندفع نحو الانقسام المجتمعي العميق. احنا مهمتنا أننا نريد أن نكون قد مقترحات للطابع إصلاحي. نقول طبع إصلاحي معناه فيه نوع من التدرج وفيه نوع من الارتقاء التدريجي بالمجتمع. أما إذا كان نحن سنعرض المصالح الكبرى للمجتمع التونسي للخطر ونخلق حالة الانقسام هذه الكبيرة، نكون حتى لو جبنا أحسن الإصلاحات في العالم فإننا سنحدث ضررا كبيرا قد لا يصلح إلا بعد فترة طويلة. ما نعتقدش الآن وصلنا إلى معناه الانشطار الكلي. أنا اعتقادي بأن التونسي بشكل عام ما هوش مؤدلج بالطريقة اللي ما يتصوروها البعض، سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين. التونسي تاجر، والتونسي مفتوح في منطقة ساحلية واسعة جدا، والتونسي يتكيف مع المتغيرات، هذا تاريخه كله. ولذلك تنشوف في لحظة من اللحظات كيف أن هذه التناقضات تتجمع وفي نهاية الأمر تؤسس إلى أرضية أو خطوة أخرى نحو بناء الأرضية المشتركة. فلذلك أنا أراهن على المشترك أكثر من أراهن على الانقسام، لأن الانقسام يؤدي إلى مزيد من الراديكالية، ويمكن أن يؤدي في لحظة من اللحظات إلى استعمال العنف اللفظي ثم المادي، وبالتالي الحرب الأهلية.
لو نلخص الأمور، يعني أنت تحدثت عن شخصية التونسي، وشخصية التونسي التي تحمل في طياتها شخصية التاجر الذي يتميز بالدبلوماسية والكياسة والانفتاح. وبالتالي هل المشكلة ليست في شخصية التونسي؟ بالتالي هناك مشكلة في النخبة التي تروج للنقاش، أو النخبة التي تضع الجدل على المحك الاجتماعي. هل هناك بالفعل هناك مشكلة عميقة في النخبة، خصوصا وأنه لاحظنا نوعا ما استقال الفكر، لم نلاحظ فكرا نقاشات فكرية عميقة، لم نلاحظ حضورا فكريا عميقا، لم نلاحظ أصلا خطابا فكريا. هل أن هناك مشكلة حقيقية في الفكر؟ شوف، أنا نقدي للنخبة قديم ليس جديدا، ولكن جاءت مرحلة ما بعد الثورة لكي يزداد نقدي لهذه النخبة، والتي أحملها مسؤولية كبيرة، لأن لو ننظر للوضع الآن في تونس نجد بأن الشعب بكل مكوناته تقريبا سلم أمره لمن؟ لهذه النخبة الضيقة اللي هي فيها جزء من النظام القديم وجزء من قوى سياسية وإيديولوجية ناضلت ضد الاستبداد، والآن تريد أنها تكسب من هذا الأمر وتتحكم في المصير متاع البلاد. وبالتالي بقدر ما نلاحظ أنه استسلام الشعب لهذه النخبة، بقدر ما نلاحظ أن هذه النخبة لم تكن في المستوى المطلوب، وأن هذه النخبة تعاني من أزمة عميقة هيكلية منعتها أو حالة دون أن تجعلها في مستوى التحولات الجذرية التي يفترض أن تقع في تونس بعد انكسار النظام الاستبدادي. النخبة التونسية وجدناها الآن لا تفكر إلا في وقت بسيط ومضغوط، يعني لا تملك قدرة فكرية ترتقي إلى مستوى التطلعات. ليس هناك جديدا، لا سواء داخل الإسلاميين ولا داخل معناها الحدثيين، معناها الجماعة بأفكار جديدة وتطلعات جديدة و بدائل جديدة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الفني إلى آخره. إذن ما هي بوابة النقاش الديني والتجديد الديني في تونس إذا وجدنا نخبا منقسمة، نخب ما زالت بخطاب مهترئ وكلاسيكي على اليمين وعلى اليسار؟ أنا من الذين يعتقدون بأن النخب الدينية نخب ضعيفة جدا في تونس، ضعيفة على المستوى الفكري قصدي، ولكن هذه النخب الدينية الضعيفة لا تنتظر بأنها تتطور لوحدها إذا لم تجد أمامها نخب حدثية قوية وفاعلة وديناميكية ومبدعة، لأن التطور يحصل من خلال التجاذب والصراع. فإذا وجدت نفسك ما بين نخبتين ضعيفتين وكأنها أنهكتا عبر مراحل بناء الدولة الوطنية والاستقلال، فكيفاش تتصور أنت يطلع فكر جديد ويطلع معناها تصور جديد؟ الآن نحن نتجه نحو مناقشة الجانب الديني، أي البعد مش الجانب معناها الطرف الاجتماعي، لا، البعد الديني نفسه دوره في المجتمع وفي بناء البدائل وفي الارتقاء أو على الأقل في استشراف المستقبل. لا يمكن أن نتحدث عن هذا العمق الديني وعن تناول والإصلاح الديني الذي نريده، وإذا كان التفت أنت على يسارك تجد قوى مهترئة وغير قادر على أن تدير حوارا. بمعنى هناك ناس في النخب الحديثة لا تعرف الإسلام ولا تريد أن تتحدث حول موضوع الإسلام، وإذا تحدثت عنه بطريقة سطحية وشعارات ويخطئون كثيرا، فيستغل الطرف الديني تلك الأخطاء في مستوى المضمون وفي مستوى حتى الأدوات وفي مستوى اللغة لكي يقسي الآخرين. وجاء الباجي قيس سبسي، باجي قيس سبسي أنا اختلف معه في عشان في حاجة وحاجة، ولكن من بين عناصر القوة في خطاب الباجي قيس سبسي أنه كان خطابا فيه البعد الديني، بمعنى أنه يستعمل آيات يعطي رأيه، هو اللي حب يواجه القضية هذه متاع اللي هي صعبة جدا قضية المساواة في الأرض، ولكن حاول أن يجعل نفسه أرضية تمكنه باش يتواصل مع المواطنين. هذا ما تلقاش عند غيره من السياسيين. هي هنا المشكلة، معناها دائما من يبادر السلطة السياسية، وفي الحقيقة هو مشروع التحديث في حد ذاته هو مشروع كان بخيار من السلطة وخيار من نخبة دولة ما بعد الاستعمار. بالتالي إلى أي مدى عندما يكون المبادرة بالإصلاح مبادرة فوقية خصوصا في المسألة الدينية بالإمكان أن تترك أثر اجتماعي؟ هذا من الأخطاء متاع الرئيس بورقيبة الكبرى. بورقيبة يتمتع بكاريزمائية، بحضور شخصي، بطموح شخصي عالي جدا، لدرجة أنه عندما بنى الدولة
يعني خلق نوع من التطابق بينه وبين الدولة، وهذا اللي يجعل أنه بورقيبة معناها بدون أن يشعر خلق نوع من الفراغ خاصة في المجال الديني. لأنه أنت لما تجي معناها مؤسسة الزيتونة، وهي مؤسسة عريقة عندها 14 قرن، هي أقدم مؤسسة دينية وعلمية في العالم الإسلامي، تجي أنت تحلها، مانيش بنرجع للتاريخ هل ترى كان موقفه إيجابي أم سلبي، لكن في المقابل ماذا حصل؟ حصل فراغ، وهذاك الفراغ هو اللي أعطى فرصة باش توجد حركة إسلامية لم تكن واردة في الحسابات السياسية ولا حتى في حساب المثقفين التونسيين. لم يكن أحد يتوقع بأن الإخوان المسلمين سينبتون في تونس وسيخرجون حركة كبيرة وضخمة، وإلى حد اليوم الناس هذا. أنت لما تتحدث مع وزير الشؤون الدينية، مش هذا واللي قبله واللي قبله تحب يقول لك، معناها أنه إحنا حوالي 4500 إمام الذين يخطبون في المساجد ويأمون الجمعة، فيهم قال 5 أو 6% يصلحون أيدهم المؤهلات الدينية والثقافية لتجعلهم ينجموا يمارسوا هذه المهنة، البقية جايين من هكذا. هذا قول، مش قولي أنا، قول وزير الشؤون الدينية. ايش معناها؟ معناها أنت عندك هيكل مهمته أسبوعيا أن يتوجه بخطاب ديني وثقافي للتونسيين اللي هم يؤديوا صلواتهم في المساجد، يعني معناها ما لا يقل عن 1.5 مليون بشر يتلقاوا في خطابات ضعيفة، لأنه الهيكل نفسه لم يؤسسه طرف فاهم أنه قضية الدين قضية استراتيجية. لكن أيضا هناك تعامل نوعا ما مع السلطة من زاوية نتائج إجراءاتها التحديثية على المستوى الاجتماعي، خصوصا مجلة الأحوال الشخصية. البعض يقول بأن مجلة الأحوال الشخصية هي من ساهمت في أن تكون المرأة التونسية استثناء في محيطها العربي ومحيطها الإقليمي، بالتالي ما الذي بإمكان السلطة السياسية أن تفعله ولم تفعله؟ لا، شوف، مجلة الأحوال الشخصية بطبيعة الحال عندما دخلت في حياة الناس أعادت تكييف حياته، أعادت بناءها، حتى بناء العلاقة بين الأسرة داخل الأسرة بين المرأة والرجل، فتحت مجال واسع للنساء، تحولوا إلى قوة اجتماعية فاعلة، وهذا بطبيعة الحال أثر على مجموعة معطيات أخرى. لكن اللي بقى ناقص بشكل أساسي ولا يزال إلى يوم الناس هذا، هو أن هناك إحساس عند الناس بأنه معناها مجال الحوالي الشخصية كانت هيبة من عند بورقيبة، كانت قرار شخصي كبير ما أدركوا أهميته إلا بعد فترة، وما تصوروش بأنه معناها مجلة الأحوال الشخصية هي رؤية تحديثية لعلاقتهم بالنص الديني وبمرجعيتهم الدينية. الآن باش نحكيوا على إعطاء فرصة للمرأة باش تولي تنجم تتورث بشكل متساوي مع الرجل، أين النساء باش يدافع على هذا الأمر؟ النساء، مش نقصد النساء الديمقراطيات، مش نقصد النساء الحدثيات، نقصد العمق نتاع المجتمع التونسي، النساء الريفيات اللي هم مقصين تماما من الميراث ومن الدورة الاقتصادية والاجتماعية، رغم انهم في قلب الدورة الان، رغم هم اللي يصنعوا في الثروة. وين كيف من سيتواصل معهم؟ كيف يتم تشريك هذه القوى، خصوصا وانها مغيبة، خصوصا وانها مهمشة؟ اذا ارادت النخب الحديثة والنخب التي تريد ان تحدث اصلاحا في تونس، يجب نجاوب على السؤال هذا، هو ما هي الاستراتيجية القادمة؟ مش معناها باش نحاول نعديه في البرلمان فقط، لا، كيف نصل إلى الناس؟ كيف نتعلم نسمع الناس؟ مش نسمع في الناس احنا رانا، فهمت؟ لا سياسيين ولا كذا، المجتمع المادي ينزل شوية يعمل مجموعة نشاطات على المستوى التحتي، أما اجمع كل في الفوق، مجمع كل يتعاركوا في البرلمان ويتعاركوا في الأحزاب متاعهم ويتعاركوا في مباني معناها كارينها، ولكن المستوى العلاقة اليومية مع المواطنين مش موجودة. أنا في رأيي معناها استراتيجية كيفية التغيير وكيفية التعامل، لأنه ثم حاجة اسمها التغيير وثم حاجة اسمها بيداغوجية التغيير، لا يكفي أنك أنت تطالب بالتغيير في المطلق، ثم حاجة بيداغوجية، كيف يمكن هاك الأفكار الإصلاحية تنزلها تردها معناها مفردات يومية عند الناس،
وتردها مفاهيم شائعة ما بينهم عندها بشريفة مش هي مصلحتهم ويدافعوا عليها. وكما يعملوا إضراب باش يزيدوا في الأجور ينجم يعمل إضراب هذوك باش يعيدوا النظر في مسألة الميراث. هو البرنامج هذا بالضرورة يدخل داخل تصور سياسي يتبنى فكرة التغيير، وبالتالي من باستطاعته أن يذهب بهذا البرنامج إلى الناس؟ من هو الأقرب إليه؟ شوف، قبل لما تأسست الدولة الوطنية كان معروف من يقوم بهذا العمل ومن يتولى الإشراف عليه وتخطيط له وإدارته، هو الحزب الحاكم بقيادة حكيمة، قلوا من الرئيس الزعيم به. الآن يفترض أن هناك قوى تقوم بهذا الدور، وهي الأحزاب السياسية، عاش حزب عن أحزاب، ووسائل الإعلام، هناك النخب الجامعية اللي المفروض تغادر الكمبيوتر وتغادر المركبات الجامعية وتنزل للناس. فنحن في حاجة إلى نقد ذاتي كبير تمارسه النخب باش تعرف علاقتها بالمجتمع. ايش معناها الثورة إذن؟ ثورة معناها تغيير، مش المفاهيم، تغيير المفاهيم والانخراط في تغيير الواقع، الانخراط الجماعي. احنا فكرة الانخراط الجماعي مش موجودة، كل واحد معناه ينده لصلاح بلاده، وبالتالي ما عندناش الوعي الكافي لكي نقول بأننا نمر بمرحلة تاريخية حاسمة. احنا ناس هاربة، نخب قاعدة تغادر البلاد بكثافة، فهمتني؟ ناس قاعدة تحرق بطرق متعددة، ناس قاعدة تدفن في روحها في التراب، فهمتني؟ مش لقي حد يكلمها ويتحاور معها وينزل كل واحد منا قاعد يدبر في راسه. إذا أنا في رأيي سؤالك مهم، ولكن هو ثماش تعرفه، ثم عمل جماعي إذا كان إحنا ارتقينا إلى مستوى الوعي الثوري الحقيقي. لكن نحن هنا أستاذ لا نتحدث على تغيير اقتصادي أو اجتماعي الذي يعتبر في أحيان كثيرة تغيير سهل، لكننا نتحدث عن تغيير عميق وجذري وتغيير ذهنيات. وبالتالي هذا العمل برأيك هل هو عمل بالإمكان أن تقوم به السلطة الحالية أو تشرف عليه، أو حتى هل تملك في داخلها بشائر أو دلالات نحو المستقبل، نحو تغيير الذهنيات، أم هي سلطة ما زالت سلطة قديمة بخطابها وبسياساتها؟ أنا في رأيي معناه لم يقع تجديد السلطة ونخب السلطة، رغم اللي دخلوا للسلطة عناصر جديدة ما كانت موجودة من قبل، لكن بالمعنى الدخول الظرفي التكتيكي، لكن النخب الحاكمة بالمعنى العميق للكلمة لم تتجدد، معناش تجديد للنخب. ثم عندنا أمر آخر اللي هو معناها مذهل وكذا، هو أنه ما عندناش إحساس بالمسؤولية الكبرى لتغيير المجتمع. لكن نحن نرى الآن سعيا لتدارك هذا الفشل المجتمعي أو الفشل معناها القيمي نحو تأسيس لترسانة جديدة من التشريعات، برأيك خصوصا في المسائل المجتمعية الحساسة مثل قضية الميراث أو القضايا المتعلقة بالحريات الفردية، هل أنه التشريع كأساس كاف لتغيير المجتمع أم أنه غير كافي؟ أنا في رأيي أن التشريع يلعب دور مهم في تحديث المجتمع، وهذا اللي عشناه في تونس، وإحنا كنا نحكيه على مجال الأحوال الشخصية وأثارها البنيوية العميقة في المجتمع. لكن التشريع وحده غير كافي، مثل كما نحكيه على مقاومة الإرهاب نقول الأمن والأمن، الأمن المعالجة الأمنية جزء من المعالجة الشاملة، لكن إذا كان أبقينا أو اكتفينا بها فإنها تعيد إنتاج الإرهاب بأشكال متعددة. نفس الشيء التشريع إذا لم يكن هناك ثقافة جديدة، إذا لم يكن هناك انخراط جماعي، إذا لم يكن هناك انصات وتفاعل، إذا لم يكن هناك وسائل إعلام ديمقراطية حقيقية، إذا معناها التشريع عنصر من العناصر. والدليل على ذلك احنا عندنا مئات القوانين ولكن لا تطبق، ويتحايل عليها المواطنون بما فيهم النخب معناها باش يتجاوزوها. التشريع عامل داعم أساسي ولكنه مرتبط بالثقافة. نرجع معك أستاذ شوية في علاقة بالجدل الأخير، في الحقيقة لاحظنا بعض اللبس في أن تقرن مصطلحات بعيدة عن بعضها إلى جانب بعض، يعني أن تقرن مثلا القرآن إلى جانب الدستور وإلى جانب الاتفاقات الدولية. في الحقيقة هل يمكن أن تتعايش هذه المرجعيات؟ أنا في رأيي أنها يمكن أن تتعايش إذا عرفنا أو توصلنا إلى أن نجعل بينها نوع من التجانس، و
كما كالفاز كومينيكان معناها يعدي البعض شيء. علاش؟ لأنه كانوا يقولوا الإسلاميين قبل على الأقل في تونس كانوا يقولوا معناها نريد أن يكون القرآن هو تشريعنا وأن يكون القرآن هو دستورنا. هذا شعار مركزي للإخوان المسلمين. لكن تبين شيئا فشيئا بالصراع بالمعارك بالكذا أنه هذا كلام ما عندوش معنى. كي تقول أنت القرآن دستورنا معناها باش نفسر القرآن، احنا ويلزمنا احنا نتفق على مجموعة من الثوابت القانونية العامة والمبدئية اللي تحدد المجتمع هذا وين ماشي، وبالتالي أن نضع له آليات واضحة، هذا هو الدستور. فأصبحت كلمة الدستور هي التي يفترض بأن تعوض فكرة القرآن معناها دستورنا أو شعارنا. الآن كيفاش تجعل أنت من الدستور ومن التشريع ومن الثقافة العامة متاع الناس ومن المرجعية الدولية دوائر تأثر في بعضها ولا تتعارض على الأقل بشكل كبير لدرجة أنها تصطدم صداما ينعكس على بنية المجتمع وعلى ثقافة المجتمع وعلى شخصية الفرد. هذا هو. لكن ما لاحظناه أستاذ في الجدل الأخير أنه من داخل الدستور خلق تصادم. يعني الفصل الأول من الدستور هو كان حجة عند الفريقين، والدستور بشكل عام كان حجة عند الفريقين، حتى الفريق الذي كان ضد التقرير استخدم الدستور كحجة. إلى أي مدى يمكن أن يتواصل هذا في الحقيقة؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا إلى الدخول في حلقة مفردة؟ هو هذا إحدى مظاهر التي تعكس لك التوافقات المؤقتة التي تمت والتي فرضتها مجموعة معطيات موضوعية. لأن الدستور التونسي بتاع 2014 هو جاء نتيجة توافق قوى ولم يكن معناه نصا مجردا مبدئيا وضع خارج الزمان والمكان وخارج هذا الصراع. فلما كان يعمل في الدستور كان كل واحد في ذهنه وفي الخلفية متاع حساباته أنه يحاول كيفاش يضع معناها عنصر باش يقاوم به الطرف الآخر ويتغلب عليه وما يخليهش يتغول. هذا قام به الإسلاميون ضد الآخرين والحدثيين قاموا به ضد الإسلاميين. فلذلك لما تنظر أنت للدستور في كثير من مفاصيله تجده قائم على هذا التناقض. يعني كيف لعبة الشطرنج، كل واحد معناها يضع البيدق متاعه. هذا باش يبرز أكثر وأكثر عشان نسولنا الصراع هذا باش يستمر مدة معينة. وقت اللي يجيو في التشريعات، لأن ما تم تنصيصه عليه من حيث كمبادئ كبرى في الدستور يلزم يترجم في التشريعات. التشريعات اللي عندنا معناها الأغلبية ساحقة من التشريعات ما قبل بناء الدستور، قائمة على مرحلة الاستبداد، مرحلة قديمة. باش تعيد النظر فيها فهمتني، أولا هناك بطء في الإجراءات إلى آخره، وهناك صراع مصالح، لأن هناك من يريد أن يحافظ على التناقض بين الدستور والقانون. شكرا لك أستاذ، يعطيك الصحة ومرحبا بك في موقع. شكرا لك. شكرا.